ناصر الزفزافي، عندما يحول حراك الريف المغربي البسطاء إلى قادة. آنذاك الحراك الريفي بالمغرب في أوج اشتعاله، ورغم كل الجهود التي بذلتها الدولة في محاولة لإخماد الفتيل، لا سيما عبر إرسال بعثة رسمية مكونة من عدد من الوزراء بقصد لقاء الساكنة والتعرف على همومها، بل حتى إطلاق وعود بإنجاز مشاريع تنموية ستعود بالنفع على المنطقة وأهلها، بيد أن رجلا واحد لا زال يأبى كل هذه المحاولات الحكومية، البعض يراها رفضا للحوار والتفاوض، حيث وصف ناصر الزفزافي الوجه البارز والقيادي بحراك الريف بأحد تدويناته على الفيسبوك، وصف الوفد الحكومي بالعصابة معتبرا حلوله بمدينة الحسيمة محاولة لنسف الحراك الريفي، فيما يراه البعض الآخر رمزا للمبدئية والثبات على المواقف إزاء النظام المغربي. فمن هو ناصر الزفزافي؟ وما الذي يريده؟ وكيف استأثر شاب ثلاثيني بكل هذا الاهتمام وتمكن من قيادة حراك احتجاجي بكل هذا الزخم؟ حين يتحول البسطاء إلى قادة، لعل ما يميز قادة كل الأشكال الاحتجاجية التي شهدها المغرب منذ أفول نجم حراك 20 فبراير، كون أغلبهم من خريجي مدرسة حركة 20 فبراير، الحركة التي تأسست بالمغرب سنة 2011 كامتداد مغربي لموجة الربيع العربي. لم تفلح الحركة في قلب النظام بالطبع كما حدث في عدد من الدول العربية، لكنها أفرزت عدة قيادات ووجوه نضالية شبابية لا زالت تناوش السلطات بين الفينة والأخرى بجل مناطق المغرب. بخلاف ناصر الزفزافي، ذلك الشاب الريفي بال31 سنة، والذي جاء من المجهول باعتباره لا يعد وجها فبراير مألوفا. قبيل ميلاد حراك الريف بقليل، كان ناصر الزفزافي شخصا مجهولا، إلا لدى بضعة عشرات من الأشخاص كانوا يتابعون فيديوهاته على اليوتيوب، حيث كان يمارس النضال الافتراضي عبر تقنية البودكاست كما يفعل الكثير من الشباب. لم يتحول الزفزافي إلى مناضل على أرض الواقع سوى ليلة مقتل بائع السمك محسن فكري طحنا داخل شاحنة أزبال. كان الزفزافي أول الواصلين إلى عين المكان، وبمجرد أن أخذ الكلمة تجمهر الناس حوله وأخذوا يستمعون لأقواله باهتمام شديد. هناك فقط ولدت أسطورة الزفزافي، ومنذ ذلك الحين لم يتخلف عن حضور وقيادة أي وقفة احتجاجية أو مسيرة بمدينة الحسيمة. لكن ما الذي يصنع نجومية الزفزافي النضالية؟ تتباين مواقف المغاربة حيال الزفزافي كثيرا، بين من يراه زعيما ومناضلا شهما وآخرون يرتابون في أمره، فيما يعتبر البعض الآخر بأنه أقل من أن يستحق قيادة حراك بذلك الحجم، لا سيما أن مؤهله العلمي محدود بحيث غادر مقاعد التعليم باكرا واشتغل في مهن بسيطة غير نخبوية. لكن ما لا يختلف حوله اثنان هو أن الزفزافي يتمتع بعدة خصال صنعت مجده وشهرته وخولت له التربع على عرش الحراك وكسب ود الفاعلين فيه والمتعاطفين معه في وقت وجيز جدا. ويحلل الصحفي المغربي الشهير علي أنوزلا شخصية الزفزافي التي نال بفضلها الزعامة حاصرا إياها في 3 نقاط، أولها كون خطابه بسيطا وشعبوي، فهو يحدث الجمهور بلغة عربية فصحى وبلهجة عربية مغربية وأخرى أمازيغية هي لغة أهله وسكان منطقته، منتقلا بينها بتلقائية وسلاسة كما لا يبدو أن الزفزافي يبحث عن كلماته ومصطلحاته في قواميس اللغة، بل ينحتها من متداول الناس اليومي بعفوية وتلقائية وارتجالية غير مفتعلة. بساطة وخطابة وكاريزما عززتها طبيعة خطاباته ونوعيته، فهو يوظف خطابا دينيا بكل ما للأخير من قوة ونفاذ في نفوس المغاربة، يستشهد فيه بالصحابة وعدلهم وبالأحاديث النبوية، ثم ينتقل إلى خطاب يساري عفوي خال من المفاهيم الكبيرة والتنظير والإيديولوجيا، خطاب يكتفي فيه بتحريك المشاعر الطبقية لدى فقراء الريف. كما أن الزفزافي لا يغفل أهمية الإحالة في كل مرة على رموز المنطقة التاريخية وعلى رأسهم محمد عبد الكريم الخطابي أمير الريف المقاوم خلال 20 القرن الماضي. هذه العناصر الثلاثة يرى أنوزلا بأنها من صنعت نجم الزفزافي، إلا أنه يعتبر بأن ما يصنع من الزفزافي زعيما لا يتكرر هو جرأته وشجاعته، فالشاب يتحدث بلغة تتجاوز كل الطابوهات السياسية في المغرب بلا خطوط حمراء.
زعيم، ولكن خصال الزفزاف وفضائله التي أثنى عليها الصحفي علي أنوزلا وعدد من المراقبين والمتعاطفين مع حراك الريف توازيها انتقادات بالجملة تجعل كثيرا من المغاربة يرتابون في أمره. ففي حوار أجراه مع مجلة تيلكيل الفرنكوفونية أحصى نبيل ملين المؤرخ المغربي والاختصاصي في العلوم السياسية عيوب وأخطاء الزفزاف التي يرى أنها قاتلة وحرمت الحراك من الانتقال من الصعيد الجهوي المحلي إلى صعيد وطني. يعتقد مولين بأن أغلب الفاعلين في الحقل الاحتجاجي المغربي يعانون نقصا في التكوين والتأطير السياسيين، وهو ما يجعلهم يلجؤون للارتجال ولخبط العشواء وتوظيف أي سلوك أو خطاب سياسي من شأنه تجييش الناس. الزفزافي من جهته لا يشد عن هذه القاعدة بحيث أن خطاباته غارقة في الشعبوية، حيث يقول الباحث المغربي بأن شعبوية الزفزافي تتجلى في عدم انسجام خطابه على المستوى المعجمي والمرجعي، فهو خطاب يساري تارة حيث يتحدث عن معاناة الفقراء والمضطهدين بمنطقة الحسيمة والريف، وديني محافظ تارة أخرى حيث يحيل على عدل الصحابة والخلفاء الراشدين بهدف الاحتجاج ضد لقب أمير المؤمنين الذي يتمتع به ملك المغرب الملك محمد السادس. كما ينهل من العرقية والإثنية عبر التشديد على تفوق الإنسان الريفي والأمازيغي حيال باقي مكونات الشعب المغربي. هذا النوع الثالث من الخطاب على وجه الخصوص هو الذي أفقد حراك الريف تعاطف شريحة واسعة من المغاربة وحرمه من إمكانية التحول لحراك وطني. بتعبير آخر، فالزفزافي بقدر ما أغنى الحراك الريفي بشجاعته وخطاباته وببساطة أسلوبه، بقدر ما أساء إليه بوعيه السياسي المحدود وببعض من تصرفاته الطائشة التي كان آخرها مقاطعة إمام مسجد خلال خطبة الجمعة بعد أن شرع في الدعاء للملك وأسرته الحاكمة، ما دفع السلطات إلى تحريك مذكرة بحث في حقه من أجل اعتقاله بتهمة عرقلة طقس ديني، وهو ما يمنعه القانون الجنائي المغربي. ما الذي يريده الزفزافي، وهل تحركه أيادٍ خفية لضرب استقرار المغرب؟ وعود بإغراق المنطقة بالمشاريع التنموية وفرص الشغل والاستماع لهموم الناس. هذا ما حمله الوفد الحكومي الذي زار الحسيمة منذ أيام قليلة ماضية ذلك الوقت، لكن الزفزافي ومن معه يرفضون الموافقة ولا يكفون عن تصعيد لهجة خطابهم ضد المخزن، وهو الاسم الذي يطلقه المغاربة على السلطة السياسية القائمة. ما دفع وزارة الداخلية المغربية إلى التلميح في اجتماعها مع قادة الأحزاب السياسية إلى كون قادة الحراك يتلقون تمويلا خارجيا، وهو ما يمنعه القانون المغربي، إلا أن الزفزافي يرفض هذه الادعاءات جملة وتفصيلا. ففي حوار أجراه مع صحيفة إل إسبانيول الإسبانية، أعطى الزفزافي التحليل التالي للتهم التي توجهها له السلطات: إذا سلمنا بحقيقة الطرح المخزني، فإن كل الريفيين ينبغي أن يكونوا وراء القضبان الآن. فالريف فقير لدرجة عدم قدرته على العيش لولا تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج المالية، والتي تأتي من هولندا وإسبانيا وغيرها من المناطق التي تشهد تواجد جالية منحدرة من المنطقة. وزارة الداخلية تدعي من جهتها امتلاك دلائل قاطعة على تلقي الحراك الريفي لتمويلات خارجية مشبوهة. تعد الرأي العام المغربي تعده بالاطلاع عليها في أقرب وقت آنذاك، ولكن لم يتم من هذا أي شيء.